النقص في بعض المواد الغذائية الأولية ذات الاستهلاك الواسع، فأقول بأن هذا راجع إلى عدم انتظام التوزيع، فالكميات المنتجة أقولها تضاعفت مرة ونصف عن ما هو كان موجود في السابق، ونسبة المواد الأولية المستوردة من أجل صناعة هذه المواد الغذائية يعني كبيرة جدا، حتى نسبة المخزون يعني كافي وكافي وكافي لتغطية كل احتياجات، أقولها كل احتياجات الاستهلاكية للمواطن بالقدر الكافي. وبالتالي أدعو إلى عقلانية الاستهلاك وعدم الانجرار وراء الادعاءات وبعض الممارسات الاحتكارية. ونحن بالمناسبة الدولة سوف تكون بالمرصاد لكل الممارسات الاحتكارية، وسوف يطبق القانون بحذافيره على كل من يمارس الاحتكار أو المضاربة، وقد صدر القانون في هذا المجال. وبالتالي فأدعو المواطنين إلى الاستهلاك العقلاني وإلى وأطمئنهم على وجود هذه المواد بالقدر الكافي من حليب، من زيت، من سكر، من حبوب جافة. المخزونات موجودة، والأسعار كما تعلمون هي مدعمة من الدولة، ولن تتخلى الدولة عن هذا الدعم. فكل الادعاءات المغرضة التي تدفع إلى إيجاد ندرة مصطنعة ندحضها اليوم، ونقول بأن كل المخزون موجود والسوق مغطى وكل احتياجات سوف تلبى، ولن يكون هناك ندرة. وهذه الممارسات الاحتكارية أو المضاربة سوف نقضي عليها، والقانون سوف يكون بالمرصاد لكل من تسول نفسه اللعب بقوت الجزائريين.